يا ودي اليوم مش لكل قلبك اليوم العب خويا ونقص من حسك. مش مشكلة. هيا بابا والله على البار ملا ناس يا اللطف. يبي لا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. شبيك يا ودي؟ وجهك اخويا برج وليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بربي سيبي مش نسألك على حاجة. انت تو تفرق بين الحلم والحقيقة؟ قبل ما كنتش مفرق. من اللي جيت انت للدار وليت مفرق انا بين الحلم والحقيقة؟ علاش دخلني انا؟ هابش فسرلك الحقيقة شنو هي الحقيقة؟ الحقيقة انه عندي نسيب مسطك ماسط وقحاف ما فهمش روحه. الحقيقة هي الحقيقة. الحلم شنو هو؟ الحلم نتمنى نهار من نهارات نحل عينيا هذي اللي نحلم بيه ما نلقاش في الدار. ربي ربي فوق عليه. والله نحكي معك بجدية. والله خلينا ما نتفدليك. ما تجيكش هكا مرة ساعة هكا تبدا تحلم عينيك محلولة؟ والله صارت لي مرة فهمني ولا تخلبزت بين الحلم والواقع. تعرف البارح انا بين نومين لاني راقد لاني فايق وجاني جدي الله يرحمه. الله يرحمه جدي الساسي. تعرفه انت ولا لا؟ ما نعرفوش. اما نعرف السلالة. انت ما تعرفش جدي الساسي؟ ما نعرفوش. تي تونس مش تونس. العالم بيحكي بجدي. عالم العالم يحكي بجدي. الله يرحمه ويرحمه. ودموغيد جدي ومخ جدي وعلم جدي منها مرة في الحرب العالمية الأولى دي. جاء شارديغول. شكون؟ شارديغول نهج. لا شارديغول بيدي. شارديغول بيدي لحمه بشحمه. هاي جاء السيسي جدي. جاء جدك. هاي وكان جندي قريح. شكون؟ ما يرحمش جدي في الحرب. قال له يا ساسي تدخل معانا في الحرب الألمانية الفرنساوية وفهمتي واقف معانا واحنا من الأول. جدي ما حبش كده. هي عنده الحق. ما حبش. بعد خذ كلمة وهات كلمة ولا جبد الرشاشة بتاعه ومشى. شكون؟ جدي الله يرحمنا. أنا توا لازمني نمشي. علي باش تمشي؟ أنت الوحيد اللي تفهمني في الدار هذايا. نسنس نلعب أنا وياك نعمل جو علي. عاش نجم نقعد لهنا. حبيت نقول لك حاجة قبل ما نمشي. شو؟ انت طفل ذكي برشا مش كيما يقولوه ما مصدق. شو تخوض كابلك كذاي؟ اسمعني نقول لك اخر سر ويموت ما بينين. ما قد لي ما تكنش نحلو في الليل خيكي هما رقدوا. انا مشيت لك الفريجيتير وسرقت كعبة الكيك وشبتها لك. قول لك حاجة اللي عملته غلط. خطر السرقة حرام. اللي يسرق كعبة كيك ينجم يسرق دار. فهمت؟ لازمك تسمع كلام ماما وبابا وتقول لهم على كل شيء.